اخي امين شي حاجه استوعبتيها باللي هي سبب النجاح ديالك في العمل ومسيرتك. خويا الحاجه اللي استوعبت هي انه خاصك تفوكسي على حاجه واحده، ما تحاولش تفوكسي على بزاف الحوايج، لانه الا فوكسيتي على بزاف الحوايج ما عمرك غتنجح في وحده. وانك ديزاكتيفي ودنيك، ما تبقاش تسمع الهضره ديال الناس، وانك افضل حاجه انك تجرب انت ودير فيها يديك انت، لانه كاين بزاف الحوايج اللي كتبغي ديرهم انت وتيجي واحد تيقول لك لا 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 داكشي ما خدامش، وانا عشت هادشي بزاف. لا 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 علاش بيز على التجربه الفاشله ديالو؟ عمرك ما تبيزي القرار ديالك على بيز على تجربه فاشله ديال شي واحد. ديما انت بيزي على التجربه ديالك انت انطلاقا انت، حيت الله ما راه ربي عطى بزاف العقوله، فما تبيزيش شي حاجه عليه. وثانيه حاجه خويا هي انه خصك يكون عندك الصبر، وما تكونش انسان وتكون انسان 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 عصبه كما تنقولوا بالدارجه، تكون عصبه. يعني اخويا ما تكونش تستسلم دغيا، الا كنتي انسان اللي دغيا كيستسلم ما غاديش تنجح في شي مشروع. خاصك تفهم وتكون عصبه، تكون هي كتعكس وانت تتعكس مع بابا، هكا تكون انت معاها، هي تتعكس وانت تتعكس معاها. انا راه الا كنت خدام شي حاجه تتعكس تنبقى نسد فيها تنقول لها بغيتي تعكسي والله يمك لا تفكيت معك انا ولا انت يا رب الليل، هكا انا هكا المعكاس. يعني خاصك تعكس مع بابا، هادشي اللي كاين. وفي حاجه اخرى، عمرك ما تفكر في الربح هو الاول في اي بروجي تبدا، ما عمرك تفكر في الربح هو الاول. الا فكرتي في الربح هو الاول ما غاديش تربح. حاول انك دائما تستمتع بداكشي اللي كدير، وإلا كنتي كتعيش في ظروف عائليه ولا اجتماعيه صعبه، ملي تكون قدام في الخدمه انسى الظروف ديالك، انسى 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 كلشي، انسى كلشي. ان شاء الله الا كتبت واحد الكتاب ديالي وراه غنعاود فيه على الظروف العائليه اللي عشت، حيت بزاف الحوايج ما يمكنش نقولهم دابا. اقسم بالله انسى الظروف العائليه، انسى ديكونيكتا من داك العالم، خلق هذاك العالم اللي غترتاح فيه، خدم فيه وانت مرتاح، وديكونيكتا راسك، ما تخليش داك الشيء اللي هو بيرسونال اثر لك على البروفيسيونيل. خويا هو المهم هادشي اللي تفكرت دابا خويا.